السلام عليكم. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا سروال جين قديم شويه، ما بقيتش كنلبسو، وقررت انني ندير به شي حاجه اخرى. ما نحتاج، اول حاجه نحتاج ليها مقص، نقطعه من هنا هذا. من بعد غادي نحتاجو ليه الخيل من جنب، وهذا هو اللي غادي نخدمو به. اول حاجه غادي نقوم بها نجيب هاد لي في القدام، نقطعو بهذا الشكل، نقطعها من الوسط. الان نجيب الوسط ديال هذا بهذا الشكل، نحاول نجيب الخياطه مع الخياطه. هذا الشكل هذا هاد لافارزي. جبت طباشير، اوريكم كيفاش غادي نديرو من هاد الناحية. غادي نديرو ليه بهاد الطريقة. ما كتلاحظوا اجينا شويه عوج، مي نحاولوا نقادو. هذا هو الشكل اللي بغينا. دابا غادي نحتاجو لوغيبون، انا اخترت اللون وفيها مقاطعة بدل. بطبيعة الحال غادي نحتاجو سيليكون، سيليكون خصو يكون سخون. نفضل انني نبداو من التحت باش ما حتى الاخر باش ما تجيناش البلاصه مقطعه. نحيدو شويه ديال الخليط ديال الجين.
غادي نحتاجو هنا باش نديرو السنطاس، نشدوها بالمقلوب نديرو هنا الفرق، نلصقوها مزيان بالمقلوب ومن بعد نلصقو من هنا. الجهة الأخرى نعملو نفس الشيء، أول حاجة بمقلوب بالطريقة، نقلبها عاوتاني بهاد الطريقة، نقطعو الحزام مقلبينو، هادا هما هنايا. سميتها على هذا الشكل، ونجيبو بريكي نحبو بوحدة، هادو السماطي لي في جناب نحاولو نقطعوهم بهاد الشكل هدا، نحرقوهم باش ميتسربوش لينا. كما كتلاحظوا انا درت هذه كبيره شويه عليا، منين قيستها لقيتها بانها كبيره ونقصت منها واحد الشوشيه بهذه الطريقه، راكم عاود جيت درت شويه الساق هنايا نيتها صغرت واحد شويه. دابا غادي ناخذ هاد الجبال نقطعو، انا حتى جاتي نقص